يعني مثل ما تابعنا خلال فقرات صباحنا غير، يوميا عم بيكون معنا فقرة عم نضوي فيها على طبعا التوعية ضمن الشهر الوردي. ومن المعروف انه كثير من السيدات ممكن يوصلوا لمرحلة الجراحة واستئصال الثدي. رح نتعرف اكثر على هذا الموضوع وشو ممكن الحفاظ على شكل وصحة الثدي عند السيدة بمرحلة الشفاء مع دكتورتنا الاختصاصية في الجراحة العامة وجراحة اورام الثدي الدكتورة سناء عبد الرحيم. يسعد صباحك دكتورة. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير دكتورة. أهلا وسهلا فيكي. اليوم عم نحكي عن هذا الشهر المميز، الشهر الوردي اللي كل سنة طبعا نحن منضوي فيه على أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي. بداية شو، خلينا نعرف أكثر عن أهمية هذا الكشف المبكر، شو أهمية أنه يكون في توعية على مدار شهر يمكن بكل أنحاء العالم خلينا نقول حتى نحن نضوي على هذا الموضوع. بالضبط، تمام. أول شيء يسعد صباحكم، شكرا على الاستضافة. بالنسبة لموضوع الشهر الوردي، هو يعني اختاروا هذا الشهر كنوع من توعية عن مرض سرطان الثدي، نضوي عليه، ندعم أبحاث، نجمع تبرعات، نعمل احتفاليات، سباقات ماراثون، أي شيء. الغاية منه هو نوع من إعلامي وتوعية ونصح وإرشاد، تمام. فهي احتفالية بكل العالم، ممكن بدأت بأمريكا بس هي انتشرت بكل العالم وصارت مثل عرف مشي بالعالم كله، نحن بحيث إنه عندنا شهر كامل للسنة للتوعية على سرطان الثدي. طبعا نحن ما بنقول إنه بس عندنا هذا الشهر لازم بس السيدة تهتم بصحتها وصحة الثدي، هي عند السنة كاملة لازم تكون مهتمة، وكل شهر مرة بنعلمهم سيداتنا يفحصوا صدرهم بعد انتهاء الدورة الطمسية، يتعلموا هذا الشيء شهريا، وما نستنى لشهر 10 انه لحتى نروح نصور او نلتزم بموضوع الماموغرافيك او الايكوغرافيك. نحن الشهر السنة كلها هي شهر سنة التوعية، بس هذا الشهر بالذات هو نوع من احتفاليات او توعية مو اكثر من هيك. تمام. يعني دكتورة اليوم رح نحكي أكثر بشكل مفصل عن الجراحة وعن العلاج الجراحي لسرطان الثدي. عندما تكتشف السيدة أنه هي مصابة بسرطان الثدي، شو الإجراءات اللي بتصير متبعة معها وخصوصا إذا كانت بحاجة لجراحة؟ هلأ نبدأ نحكي واحدة واحدة. اكتشفت السيدة بصدفة أو عند الطبيب، حست بألم فراحت لعند الطبيب لقت أنه في شيء عندها كتلة بالثدي. نحكي أول شيء بالتفصيل، 80% من هالكتل بتكون سليمة. طب أنا شو بدي أنا قارب هي الكتلة؟ بدي ميز السيدات بعمرين منفصلين، تحت الأربعين وفوق الأربعين. بدي أحكي مثلا عن صبايا بالعشرينات، الكتل الأغلب بتكون سليمة بهذا العمر، هي عبارة عن فايبرو أديلوم أو كيسات بالثدي مثلا. بدأنا أول شيء فحص الطبيب، دائما هو الطبيب هو اللي بالبداية، ما أنا بروح بصور لحالي، لأن ممكن أنا أعرض حالي لماموغرافيك وأنا ماني بحاجة. فبداية زيارة الطبيب، الطبيب حدد لي شو اللي لازم أنا أبدأ فيه، إيكوغرافي حسب عمري أو إني أبدأ إيكو زائد ماموغرافي سوا. رحت أنا عملت الإيكو، طلعت الكتلة عندي إياها سليمة، طلعت الكتلة بينت بالصورة. أول شيء مقاربة بدي أعملها هي شيء اسمه بالطب الخزعة الثدي. خزعة الثدي شو أهميتها؟ إذا كانت الكتلة أنا عملت الخزعة وكانت الكتلة سليمة فأنا ماني بحاجة لعمل جراحي، تمام؟ أنا وفرت على حالي عمل جراحي. نجي على الشق الثاني، أنا عملت الصور وكانت الكتلة شوي مشبوهة فألجأ لموضوع الخزعة. الخزعة شوي بسوريا أو ممكن نحكي بكل العالم أو نحن عنا بمجتمعاتنا شوي سمعتها سيئة. الخزعة دوم بيخافوا منها انه الخزعة ممكن تنشر السرطان، الخزعة اذا انا بلشت فيها رح يتحول الخلايا السليمة لخبيثة. ابدا، موضوع الخزعة هي ألف باء لبداية مقاربة أي كتلة ثدي. أنا خلصت مرحلة التصوير، الخطوة الثانية هي أكيد الخزعة، ما خلاف على هذا الموضوع أبدا عالميا. للأسف لسه نحن عنا بسوريا هالموضوع عم نلاقي فيه لسه أنه ما متقبلينه السيدات، وأحيانا حتى بالوسط الطبي اللي بيجهل اللي ما بي يعني بيعرف الإجراء يعني بيحاربه. ففي أطباء حتى من زمرة الأطباء ممكن أنه يقولك شو بدك بالخزعة، ليش توجعي مرتين دغري على العمل الجراحي. طبعا هذا الحكي مرفوض. نيجي نحكي الصح، عملنا خزعة، الخطوة اللي بعد الخزعة تشريح مرضي، طلعت الكتلة، فهون طلعت كتلة سليمة خلاص انتهى، ما في داعي حتى تستأصلها إلا إذا في أسباب تانية، رغبة المريضة، في نية حمل، في أسباب معينة بتتناقش مع المريضة. الكتلة طلعت خبيثة، نبدأ بقى بإجراءات تانية، نعمل بقى المستقبلات على العينة نفسها اللي عند المشرح المرضي، نعمل مستقبلات، ندرس المريضة بقى دراسة مستفيضة، نعمل لها طبقي محوري لجسمها، نتأكد إنه في نقائل بتستازز بجسمها كله أو ما في نقائل، لأنه إذا في نقائل طبعاً هون لغى الجراحة، ما بقى في دور للجراحة، صار في دور للعلاجات الداعمة إن كانت كيماوي، هرموني، مناعي، هدفي، صار العلاجات الثانية، ما عاد دور الجراحة، جراحة ما لها دور بهالحالة هي إذا كان في نقائل. إذا كان السرطان، إذا كان كمان السرطان نوع
نوعيته منتشر او في نوعيات من السرطان، اذا كان تريبل نيجاتيف ثلاثي سلبي كمان هنا معقد ابطيه ايجابيه على الايكو او بالجس كمان انتهى دور الجراحه، صار دور العلاجات الداعمه وغالبا ممكن نبدا بالكيماوي. فهي هون الفكره انه انا وقت ببدا مع السيده بالطريقه هي البروتوكولات العلميه الممنهجه انا عم حسد نسبه الشفاء وعم حسد نسبه البقيه. اما انا هي التقريقه اللي نحن تقريبا للاسف هي الاشيع بسوريا، انه نحن شفنا كتله بكره الصبح عندك عمليه مباشره، طبيب بيقول لها وعلى طاوله العمليه انا رح حلل لك الكتله، اذا كانت سليمه خلص انا شلتها، اذا كانت خبيثه رح استقصر لك الثدي. اللي صار هون انه السيده ما اخذت فرصتها بالدفاع عن ثديها، ما اخذت فرصتها بالنقاش مع طبيبه وطبيب الاورام طبيب النفسي بيكون في كونسلتو كامل. يعني نحن في شغله لساتنا ما وصلنا لها كثير، انه موضوع انه الثدي هو علم متعدد الاختصاصات. يعني انا مو لحالي كجراحه بدي اشرف على مريضتي، انا بدي يكون معي طبيب اورام، طبيب التجميل، جراحه الترميميه، المشرح المرضي له دور ورأي كبير بالقصة، الطبيب الشعاعي له دور، والطبيب الأشعة، كلنا فريق كامل، نحن طبيب الأورام بالأساس هو، ففريق كامل حنحط لنا المريضة هاي خطة العلاج الصح. والشيء اللي بيصير أنا من لحظة تشخيص الكتلة، من لحظة أنه نحن عرفنا أنه في كتلة للمريضة شخصناها، لبداية العلاج الكيماوي نحن معنا فرصة 6 أسابيع لا بنكون ضرينا المريضة، بكون أخذنا فرصة تامة. الفكرة أنه نحن أنت معاكي يا دوب يوم واحد تفكري ولازم بسرعة لأنه بينتشر، هي الرعب اللي بنعمله للمريضة هذا كتير خاطئ. هي معها بهدوء 6 أسابيع نفكر، يكون في كونسلتو نناقش لحالتها بكل هدوء ونقرر شو هي الأنسب إلها. يا هل ترى نبدأ أول شيء بعلاج هرموني؟ أحيانا ممكن نبدأ بعلاج هرموني، أحيانا ممكن بكيماوي، أحيانا بجراحة. فبيكون رأي متكامل من فريق طبي كامل متخصص بأمراض الثدي. أما أنه أنا كجراحة لحال إجت مريضة على عيادتي مباشرة نقرر لها عمل جراحي وإلا تحت العمل الجراحي بحللك إياه، يمكن هذا تاريخ طب، بس يعني بقولها للأسف أنه لساته منتشر كتير بسوريا. عم نحاول أنه نحن نوعي الشباب المقيمين الجداد الاختصاص اللي عم يختصوا جديد أنه هذا الشيء صحيح وماشي هذا الموضوع بسوريا لسه. يعني بس بقول لك يعني إذا بدك تمشي على المحافظات يمكن تلاقي 70% الطريقة القديمة هي اللي ماشي هلأ بسوريا واللي نحن عم نحاول قدر الإمكان أنه نغيرها. دكتورة عطيتي إشارة بسيطة أنه الأنثى لما بتحس بألم لازم تتوجه للدكتور. إذا بدنا نحكي نحن عن الأعراض، هل الألم هو شرط أو عرض من أعراض سرطان الثدي؟ وشو هي الأعراض الأخرى؟ هل ممكن كمان أنه تصاب الأنثى بسرطان الثدي بشكل مفاجئ؟ عم تعمل فحص طبيعي فحص عادي واكتشفت إصابتها بهذا المرض؟ هلأ نحن بالنسبة للشكاية الشكايات الشائعة بعيادة الثدي دوما هم نقول نحن الألم هو 80% من الشكايات، أكثر شكوى بيجوا على العيادة كرمالها هي 80%. هيا هل ترى قديش نسبة انه يكون هو سبب الألم هو السرطان؟ يا دوب هي 15% من السرطانات مؤلمة، عادة السرطان غير مؤلم. تمام. 1 ل 15% من السرطان الثدي مؤلم، عادة بيجوا مشان الألم. طب ماشي، أنا هي الألم شكوى من الشكاوى وأنا لازم ما أهملها، خاصة إذا كان ألم غير متعلق بالدورة، ألم طول الشهر بنفس البؤرة بنفس الثدي ما كان منتشر بالثديين. لما بيكون الألم متنقل بين الثديين لا نخاف منه، هذا ألم فيزيولوجي وطبيعي متعلق بالهرمونات. تمام. أو بأشياء تانية، نوع التغذية أو نوع حياتي، فيها رياضة، فيها زيادة أكل دهون، فيها زيادة أكل شرب قهوة، هي ممكن تلعب بزيادة نسبة الألم عندي. بس نحن ألم ثابت بالمكان لا يعني غير يعني متبع مع الدورة، لا يعني طول الشهر متواصل، هذا ممكن يخليني أفكر إنه هاي البؤرة ممكن يكون فيها شيء. هاي أول شيء بالنسبة لموضوع الألم، هاي إحدى الشكايات. الشكاية الثانية والأشياء هي الكتلة الثدي، وحكيت بالبداية إنه 80% من كتلة الثدي، حتى ما كتير نخاف نحن بالبيت. أنا فحصت لقيت في كتلة عندي إنه أنا طول الليل مرعوبة، 80% من كتلة الثدي سليمة. تمام. 20% هي سرطانية. خلصنا موضوع الكتلة، في عندي غؤور الحلم الحديث. في ناس يعني في صبايا من لما بيخلقوا يبلغوا الحلم عندهم مسطحة أو هي غايرة طبيعتها غايرة، هي ما بتخوفني خاصة ثنائية الجانب. أما بيكون في عندي حلمة واضحة وظاهرة وفجأة اختفت، هي إشارة استفهام كبيرة. هي قصة تانية. قصة تانية إذا الجلد صار عليه منطقة منه تجاعدات أو منطقة منه مثل نسميها نحن نوع من احمرار أو وزمة لمفي، وزمة أدمية بالمكان، أو أحيانا في مصطلح طبي نستخدمه نحن علامة قشر البرتقال، هي كمان لازم نتوجه للطبيب. منطقة من الثدي انخمصت لجوا، إذا رفعت إيدي لفوق أنا منطقة من الثدي ما
مانا مرتاحة، مانا أخذ هذا السايز المدور للثدي، بقيت مسحوبة لجوا، كمان لازم أتوجه لطبيب طبعا. وفي آخر شيء نحن نعمل عصرة نعمل للحلمة، إذا طلع عندي سوائل شفافة رائقة بكمية كبيرة أو دم يجب أن أتوجه للطبيب، لأنه نحن بنقول أنه كل نس دموي 25% قد يخفي خلفه سرطان. الأكثر سليم دوما، أنا بدي أرجع حكي سيداتنا أنه الأغلب الآفات اللي بالثدي سليمة، ما كل شغلة نخاف منها أو نقول ما حروح لعند الطبيب حتى ما أفتح على حالي بواب، الأغلب هي مشاكل سليمة علاجها بسيط، بس كمان أنا ما بحق اللي يقرر بدون إذن طبيبي. نعم. طيب دكتورة، يعني اليوم حكينا أنه الحل الجراحي هو ما نحل مؤذي أو مخيف مثل ما بعض السيدات بتخاف من الحل الجراحي، هو ممكن يكون علاج، سواء مثل ما قلتي إذا سيدة حابة تدخل بالجراحة حتى لو كان سليم الورم، أو إذا في حاجة إذا كان ورم سرطاني. ورم سرطاني، شو هي الحلول الجراحية الجديدة اللي صارت موجودة لحتى تمام. نطمن السيدات تمام. هلأ هي في فكرة أنه عنا إياها أنه سرطان ثدي يساوي معادلة يساوي استئصال ثدي، طبعا هذا الحكي ما هو كتير صحيح، في عنا شروط كتير نحن قادرين أنه نخلي هذا الجراحة بنسميها جراحة محافظة للثدي، بحيث أنه أنا أستأصل بس الورم ومحواف أمان. هذا الشيء بيتناسب، وقت قلت لك بتعملي خزعة بتدرسيها بتشوفي إذا هو الورم متعدد البؤر متعدد المراكز، بناء عليها بنقرر أنه نحن حنستأصل الثدي كله ولا بس منطقة الورم وما حوله حواف أمان. هي نقطة. النقطة الثانية أنه أنا حتى لو قررت أستأصل الثدي في عندي خيارات ثانية، صار أنه أنا لنفرض المريضة ما حققت شروط المحافظة على الثدي، في شروط عنا لازم نتبعها، ما حققت شروط المريضة وصار أنا بدي أفكر بموضوع استئصال الثدي كامل، انا في عندي كمان شو اشياء ممكن خليلي اعمل لها جراحه تجميليه ترميميه، وهذا العلم اللي صار علم بالجراحه الاورام اسمه علم الانكوبلاستي، علم كامل رديف للجراحه العامه بجراحه الاورام بالثدي، هو العلم اني انا استأصل الثدي كغده فقط وحافظ على الجلد والحلمه والهاله. وهذا الشيء هلا يعني هو قديم، يعني نوعا ما ما قديم، صار له يعني تقريبا شيء 20 سنه تقريبا بالعالم، نحن هلا عم يتمارس عنا بسوريا وبدا بالانتشار اني انا اعمل استئصال لغده الثدي. طبعا اذا حققت شروط، دائما احنا في عندنا شروط، اذا عملنا رنين وانتبهنا انه ما عندي منطقه قريبه من الحلمه والهاله، ممكن انا استأصل فقط الغده وحافظ على الجلد والحلمه والهاله وحط لها بروتيز بنفس العمل الجراحي مباشره اذا كانت العقد سلبيه، بحيث انه انا ما احتاج اشعه، وحتى لو احتاجت اشعه بقاء هالبروتيز او انه عمل كبسوله او تغير شكله او السايز تبعه بيبقى للسيده ارحم والطف واقل رد نفسي من اني استأصل للثدي. فنحن الشيء الجديد اللي تطور بالطب انه نحن ممكن نعمل ترميم مباشر طاوله العمليات، استأصلنا الغده حافظنا على الجلد والحلمه والهاله وزرعنا بروتيز مباشره. نعم. دكتوره كمان بيقولوا اغلب علاجات لكثير من الامراض يمكن الخطيره والامراض الشائعه هي اول شيء ما بنبدا فيها بالعلاج النفسي، قد ايه هذا الشيء موجود ضمن سرطان الثدي، وخاصة مثل ما قلنا اليوم صار ما صار في خيارات للجراحة بدون استئصال الثدي اللي مثل ما قلنا بيعمل رد نفسي وحزن لدى كل سيدة، فقد ايه هذا الشيء هو داعم نفسي ونوع من انواع العلاجات اذا بدنا نقول؟ هلا الدعم النفسي اكيد، ودائما انا بقول لسيداتنا الدعم اساسا بده يبدا من البيت، وإذا كانت متزوجة طبعا أكثر حدا بالعالم ممكن يدعم هي السيدة هو الزوجة. الدعم النفسي بيبدأ من الأسرة انتهاء الوسط الطبي بكل فريق كونسلتو، ما قلنا الثدي هو متعدد الاختصاصات، بده يكون طبيب نفسي مأشرف على الحالة، بده يتابع لهي السيدة ويعرف شو اللي عم بيصير معها، والفريق كله بده يدعمها. وقلت لك وقت هي بتحس انه انا الفريق قدم لي كل الخيارات ما قررنا عنها، هي وقت تكون متخدرة وقررنا استئصال الثدي عنها، نحن كثير حتفيق مصدومة، وياما سيدات تعرضت لا يعني نوبات بكاء شديدة وقت اكتشفت انه هي خلال العملية تم استئصال الثدي. فنحن عم نكون جهزناها تناقشنا معها، يعني فوتناها عرفت لعمت، ونحن مقررين لها ومتناقشين انه انت ممكن يحط لك بروتيز بشكل مباشر، ممكن نعمل لك حتى ترميم من جلسمك، احيانا بناخذ من العضلة المستقيمة البطنية من عضلة العريض الظهري وبنعمل ترميم من مكونات الجسم نفسه اذا بدي احط جسم اجنبي انا. فهي الخيارات كلها واردة، فهي لما عم تحس انه انا صح انا عم اتعرض لسرطان ثدي بس في عندي خيارات تجميلية انا ممكن تساعدني، هذا الشيء ممكن يعطيها دعم كتير كبير. نيجي على مرحلة الموضوع العلاجات الداعمة، خاصة هو موضوع الكيماوي بصراحة بتعرفي أكثر شيء بيخافوا منه موضوع هرد الشعر، هون بده يكون فريق متكامل يفهمها أنه هذا الشيء مؤقت وزائل، هو الموضوع صح رح يصير بس وبيرجع شعر مثل ما بيرجع كان مثل الأول، ست شهور بترجع القصة تماما طبيعية وبيرجع حتى أقوى من أول بنقلها. فنحن الأساس يكون المجتمع كله داعمة، الأصدقاء الجيران بالبناية مثلا كله يدعمه يوقف جنبه بهاي القصص، وشفنا كتير قصص حلوة يعني أنه الزوج حلق شعره
على الصفر كل مال زوجته، الأصدقاء حتى بالدوام، وظيفة واحدة سيدة أنا بعرفها، رفقاتها بالشغل، الشباب كلهم حلقوا شعرهم على الصفر، نحن شوفي كلياتنا صرنا مثلك، ما تخافي ما تهكلي هم. فالأمور عم تتحسن، والأمور يعني عم يصير دعم مجتمعي كامل لدول السيدات. ما أكيد الوعي هو أساس كل شيء. أنا ماني لحالي بالهم. أكيد ما أنا لحالة، وبتضل السيدة دائما هي محور البيت، وهي هي الأم وهي الأخت وهي الرفيقة. تحية لكل السيدات، وبنتمنى لهم أكيد الشفاء. شكرا لوجودك معنا دكتورة، وشكرا لك للاستضافة. شكرا لك، شكرا لك دكتورة مرة ثانية، ودوركم الكبير الأطباء السوريين بنشر الوعي وحتى المساهمة بالعلاج. وبدي أتمنى أكيد الشفاء لكل السيدات المصابين بسرطان الثدي، والصحة والسلامة لكل السيدات، والانتباه دائما يكون عندنا وعي وفحص دوري مثل ما قلنا، مو بس بشهر 10، بكل شهور السنة.